بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازلنا في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس، ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها، وذلك من كتاب عجائب القلب من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين آمين آمين. قال المصنف رحمه الله: فإن اتبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدنه. والمعدن يقال عن الحديد مثلا والنحاس، كل هذه المعادن هي أصبحت معادن لأنها ظلت في باطن الأرض مدة طويلة، فما كان من صفات في الإنسان لمدة طويلة فتصبح هذه الصفة معدن ذلك الإنسان. لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه. وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. أنا يقال مهبط طائرات اليوم، مهبط طائرة كل هليكوبتر، مهبط طائرة، صح ولا لا؟ إن أردت الملائكة أن تهبط على قلبك فحارب الشهوات. ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل، ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب، يعني إلا ما ظل فيه إيش؟ شيء. وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى. حصل هنالك مقابلات مع كبار سن، وناس بلغوا التسعينيات، بلغوا قرابة 100، وسألوهم عن أهم الأشياء، ماذا فاتهم لو عادوا، ماذا كانوا سيفعلون، وكأن قضية العلاقات الإنسانية التي ذكرت، وما ينفعك إذا جمعت مال قارون وليس لك ذلك، ولم يكن هنالك من يترحم عليك، قد يتوفى يقولون في داهية، يقولون ايش؟ في داهية على جهنم، ألا يقولون عن بعض الناس؟ نعم. ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى، الهوى وهذه شعب تشعبت عن الهوى، لا جرم لم يخلو قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. رواه مسلم. إنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة، إلا بواسطة إيش؟ الشهوة. فمن أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغي وإلى الحد الذي ينبغي من حلال وباعتدال،
يعني إن طعمت إن أكلت فحلال وباعتدال، كونه حلال لا يسمح لك هذا أنك إيش تتجاوز. وإلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر، فالشيطان المتدرع بها لا يأمر إلا بالخير. ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى، ومرات ليست قضية هوى ولكن السياق المكان الزمان لا يناسب. شاب مضطجع على قارعة الطريق داخل إيش؟ المسجد الأقصى، تحت الشجرات، وصوته على الهاتف إيش؟ عالي، ويتحدث عن قطع السيارات، يتحدث عن قطع إيش؟ السيارة، شراء قطع السيارات وبيع قطع السيارات إن شاء الله إيش؟ بس ما تكونش يعني مصدرها كذا وكذا، إن شاء الله حلا، صح ولا لا؟ جائز ولا مش جائز؟ يعني أنت تركت العمل، تركت البيت، تركت كذا وجئت المسجد الأقصى حتى تتحدث عن قطع السيارات. بعض الناس اشتكى بالأمس من الحديث الجانبي ما بين الأذان والإقامة. مرة ثانية، بعض الناس وحق لهم أن يشكو من الحديث الجانبي ما بين إيش؟ ما بين الأذان والإقامة. ذكر الإمام الغزالي نقلا عن الإمام مالك رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين والمسلمين أجمعين، ما كان منه ما سيكون إن شاء الله، أنه كان يدرس فسمع طالبه أحد الطلاب الأذان فهب لملم إيش؟ الكراريس والكتب الرواية تقول: ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا خلصت النية؟ إذا نيتك سليمة وهجرتك لله عز وجل، أنت لماذا كنت تطلب العلم؟ لله؟ إذا استمر. ما الذي قمت إليه؟ يصلي السنة وقام لم يقم للفريضة. وعلى كل، هي فقط للتنبيه، هي فقط للتنبيه، لا تضيعن الوقت وأنت في المسجد بقيل وقال. أمسك عليك هذا حتى لا تضيع بعض الحسنات بشيء، يعني أنت أتيت المسجد وصليت وذكرت وقرأت وتفكرت. ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالا فوسوس، ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله، أقبل الملك وألهم ذاك وسوس وهذا ألهم. والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن. المعارك على بوابة المدينة، على بوابة القلب، بل في أزقة إيش؟ القلب. والمعركة دائمة إلى أن يستسلم أحد إيش؟ الجنديين، بمعنى أنك الذي تمهد لأحدهما إما نورا وإما ظلمة، ظلمة الهوى والشهوات، فيستوطن. اجعل ذلك وطنا له شيطان. وانتم عارفين الاستيطان صعب إيش؟ إذا استوطن الشيطان في محل صعب إنه إيش؟ أن يخرج.
بده يطلع. وقرارات الأمم المتحدة ما أخرجت شيطانا واحد. وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان وتملكتها، فامتلأت بالوساوس الدعية لإيثار العاجلة واطراح الآخرة، إلى إيثار العاجلة هذه الدنيا. عجبت لذلك الشاب المحب الذي لا ينفك عن المجيء للمسجد الأقصى كلما سنحت له الفرصة، ويقول لا أريد لا عملا مدام كافي نفسه ولا يمد يده إلى غيره حر. قال ولا أريد أن أبني بيتا ولا زواجا ولا ولا، أنا أريد أن أظل في المسجد الأقصى. لم يبلغ 30 ولكن الحب بلغ منه مبلغه. هذه ليست رهبنة. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه رحمة واسعة كتب كتابا لطيفا في العلماء العزاب، هذه ليست رهبنة. ابن تيمية لم يتزوج، وابن القيم لم يتزوج تلميذه، في علماء ايش. وذكر قصة أحد العلماء أنه حينما تزوج أو كاد، يعني عقد العقد العقد مش بس النية، فلما دخلت عليه في تلك الليلة الأولى وكان في كتبه وسهري لتنقيح العلوم، صح ولا ألذ من وصل غانية وطيب عناقي، وإني كتكت هيك الرملات حبات التراب عن الأوراق أحسن له من فالمهم لما شافها جاية وهو شغال في الكتب، أنا وأنت لن نستوعب، أنا وأنت إيش لا نستوعب. قال لا الحقي بأهلك الله يسهل عليك ليلة الدخلة. ذكرنا أحد الاختيارية، طبعا ما كان اختيارا، ما كان عجوزا في ذلك الوقت، تزوج لأول رمضان وغاب عن الفريضة 10 أيام، غاب 10 أيام عن إيش؟ عن الصيام، أخذ إجازة، أعطى نفسه إيش؟ أفتى نفسه بأن لا يصوم. كان معك طول السنة والسنة اللي قبلها ومعك اللي بعدها واللي 10 سنين للأمام، عشر ما جئت عارف حالك. فهنا أنسى إنسان تعدى الحدود، وذاك رأى أنه لما قارن بين كتبه وعلمه ودفاتره وكراريسه ومحبرته وقلمه ريشته، لا الظلم، الظلم لو أبقاها عنده وهو على هذه الحال هذا هو الظلم. لا لا لا، هو ما مسها، ما مسها. إذن الظلم واحد ما عنده، واحد ما عنده ولم يعرف هذه المسألة إلا ما حينما حصل الموقف من بعيد لبعيد. يفترض الإنسان يقول أنا أستطيع أن أوفق، أنا أستطيع إيش أن أوفق، والمرأة لن تتحمل منك ولو كانت مكانة إيش. وليست قضية قضية الشهوات، من 20 25 الله أعلم كم سنة جلست والكتاب بيدي، جلست والكتاب إيش بيدي. وكانت أم محمود أم المؤمنين جزاها الله خيرا قد أحضرت بعض الخضار التي إيش تحفر تكوير الكسى ولا، فنظرت إلى الكتاب وكأنها تنظر إلى ضرة، وهي فقيها، زوجي فقيها رسميا متعلمة معها ماجستير فقيها، نظرت الكتاب وأخذته من يدي وقالت حط إيدك معي، مش من شار قضية المساعدة بالمعنى، لكن مرات قد لا تستوعب
قد تغار من إيش؟ من الكتاب. فهو لم يظلمها بل عدل معها. أيما عد، قلت لك قبل أن أحدثكم هذه مسألة لا أفهمها لا أنا ولا أنت، فمن اعترض لأنه أيضا إيش؟ هو عدل معها، هو عدل إيش؟ وأيما عد. إذن والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان وتملكتها، فامتلأت بالوساوس الداعية لإيثار العاجلة واطراح الآخرة. تقول له جنة ونار كلك إنساني، تقول جنة ونار وآخرة وحسابة. عجيب. واطراح الآخرة. ومبدأ إسرائها اتباع الشهوات والهوى، ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعمرته، يعني بتخلية القلب عن وبترك عمارته بذكر الله عز وجل. أولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بعمارته بذكر الله تعالى ذي ومطره أثر الملائكة. قال جرير بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة، فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت، أو مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص، فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه. لو دخل اللصوص إلى البيت وما وجدوا شيئا ماذا سيفعلون؟ سيخرج. أما الوسوسة قضية الشيطان، انظر إلى سيارات الناس وما عليها من الخزعبلات والقضايا الشركية، عين الحسود والكف والحذوة ويضعون الحذاء القديم معلقاً كأن الذي يحسد لديه صواريخ أرض، وهذه إيش؟ للحماية، مشان تيجي بس فقط في الحذاء القديم. قل بسم الله وبدأ في الشام. ورأيت شابا قد وضع كل ما ذكرنا داخل السيارة من عين وكف وحذوة وقطعة خشبية هكذا من جذع الشجرة، هذول الشفريت الفردات عند الله يجزيهم الخير، ومنهم من أهل لا إله إلا الله. قلت هذه فهمناها، يعني الحذوة فهمناها تاريخيا يعني، والكف فهمناه، والعين فهمناها، والقطعة الخشب هذه شو هي هاي؟ استفسر منه. قال هذه أمي أحضرتها من جميزة، فأنا اجتهدت بالتفكير فقلت جميز لعلها تعمر، فأرادت أمه للسيارة أن تعمر أو لصاحب السيارة أن يعمر. هذا هو اللي يعني لو لقالوا قطعة عظم من ديناصور أولى، ولكن برضو هذا ليس فعلا جيدا عند هؤلاء، لأنه حتى الديناصورات شو صار لها؟ راحت. يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان، وذلك قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله. فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله.
سبحان الذي أسرى بعبده مدحا، هذه إيش؟ مدحا، حال من الإيمان. الأصل في أن تفرح بأن تكون عبدا لله عز وجل، وأن تستسلم لأمر الله عز وجل، وأن لا يكون لك أنا فكري وفلسفتي ورأيي اجتهدت كما يجب أن يجتهد المجتهد، نعم حصلت. بعضهم قال تحدث عن أكثر من 20 نوع من العلوم وكأنه ذكر 23 علما، قال يجب على مفسر القرآن أن يعلمها، ما ذكرها بالتفصيل لكن عند أهل الاختصاص أقل ذلك بالنحو والبلاغة. مناسبة النزول والآيات التي تتعلق بالموضوع والأحاديث التي تتعلق بالموضوع، فلا تقولوا هم رجال ونحن رجال. فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله، ولذلك سلط الله عليه الشيطان. وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إشارة إلى من الهوى، أو من الهوى إلهه ومعبوده فهو عبد الهوى لا عبد الله. وقال عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، قال فعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. هنالك شياطين عندها اختصاص، عندها ايش؟ عندها اختصاص، والشيطان لا زال يحاول أن يعني يحدث معركة بينك وبين زوجك، لا زال يحاول، فاختر أن لا تكون جزءا من ايش؟ من هذه المعركة، فهي معركة خاسرة لا محالة، ما فيها ايش؟ ما فيها إنسان يقول أنا الذي يعني فزت بهذه الجولة إلى آخره. وفي الخبر قال العراقي وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث إن للوضوء شيطان يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه. تقول عند الوضوء شيطان، رأيت شابا حافظا للقرآن الكريم ما شاء الله من جنوب أفريقيا، وكان ذلك في بوسطن في أمريكا، وكنا في المتوضأ، كنا في إيش؟ في المتوضأ، وكان الشاب يفرك جلده فركا شنيعا يكاد يخرج الجلد من مكانه، ثم يعيد ينظر إلى من في المتوضأ، لأنه إيش؟ يعني كأنه يتحرج مما هو فيه، ولكنه لا يقوى على دفعه، لكنه لا يقوى على دفعه. هذا من الشيطان، هذه الوسوسة، يفرك فركا شديدا ثم يعيد الوضوء، ثم يعيد الوضوء. وفي الصلاة كنا في مسجد الجامعة الإسلامية في ماليزيا، بين 93 لـ95، فرأيت من هؤلاء من القوم من أهل البلد، هم من الشافعية، أشاعرة شافعية متصوفة بلاد الملايو من مملكة فطاني التي ذهبت الآن وأصبحت مع تايلاند، إلى ماليزيا، إلى سنغافورة، إلى إندونيسيا، إلى الفلبين التي يعني تم تنصير جزء كبير من أهلها. هؤلاء أشاعرة شافعية صوفية، وبلغني أنهم قد علموهم أن يأتوا بالنية بلغتين،
هذه عجيبة، وأنت لست بحاجة إلى النية، معنى من المعاني يطرأ على البال وانتهت القضية. ماذا تفعل؟ أنا أصلي الظهر، انتهت القضية. فأصبحوا يمدون الأيدي بالتكبير عند بداية الصلاة، يقول فقط أقلد قليلا، يقول يجيب الله أكبر، يطولها طويلا حتى يأتي بالنية بلغتين وهو يمد، بتزبطش معه، بيرجع بيقول إيش؟ صلينا وسجدنا، ركعنا وقمنا وسجدنا وجلسنا وسجدنا وقمنا، وصاحبنا يحاول أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسبب الوسواس. بسبب إيش؟ الوسواس. ولذلك الفقيه الشيطان يجتنب الفقهاء ويذهب إلى ذوي الجهل يشتغل فيهم ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا حضر في القلب ذكر شيء عدم منه ما كان فيه من قبل. ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون مجالا للشيطان، فذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال، فلا يعالج الشيء إلا بضده، فلا يعالج الشيء إلا بضده. وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة. أمس يقول الشاب، أمس أول أمس يعني اليومين الماضيين، يعني في هذا الوقت الذي انصرم، قال أحد رواد المسجد الأقصى جزاه الله خير، قال لعنة الله على الشيطان حينما ذكرنا إيش الشيطان. قلت له الأولى أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإنه ملعون. أنت لعنت الشيطان أم لم تلعن الشيطان؟ فإنه ملعون. فاستفد، طالع الكلمة، طالع الدعاء، فقل الله اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، أولى من لعنه إيش؟ استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، قل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، حر، لكن استعذ. وهذا معنى الكلام ها هنا. وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول والقوة. يعجبني في مسلمي شمال افريقيا، في بعضهم، في نحن نقول باذن الله ونقول ان شاء الله، ويقولون بحول الله، يعني بقوة من الله افعل، بحول الله يعني بقوة من الله افعل. فاذا ربطها بقوة من الله عز وجل ربطها بمشيئة الله عز وجل، جميل، بحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وهو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الذين الغالب عليهم ذكر الله تعالى. وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل الخلسة. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تسهى شيئا قليلا يكون هنالك، يعني كالحارس على أسوار مدينة القلب ما دام صاحيا متيقظا منتبها يتابع العدو، إن شاء الله نحن بخير. فإذا ما نام الحارس دخل الشيطان،
دخل العدو، والعداوة مع الشيطان مطلقة، لا صلح مع الشيطان. وقال مجاهد رحمه الله في معنى قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس، قال: هو منبسط على القلب. هو منبسط على القلب، فإذا ذكر الله تعالى خنس، فإذا ذكر الله، فإذا ذكر يعني فإذا ذكر صاحب هذا القلب الله عز وجل، أو إذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض الشيطان. وإذا غفل عن الذكر يعني انبسط على قلبه، ما دمت ذاكرا قلبك بخير. فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام، إما ذكر وإقبال على الله عز وجل وترك للشهوات التي يدخل منها الشيطان، وليس ترك الشهوات بالكلية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء حماية بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنها آدم، بالمعنى أنه يأكل هذه اللقيمات. وهذه شهوات فيها استمرار للإنسان لوجوده، وفيها استمرار للجنس، تناسل، تناكحوا تناسلوا، عدة متون بهذا المعنى صحيحة. ولذلك هذا مما يعارض به الذين تركوا التناسل مطلقا كنهج حياة من الشاذين. من ايش؟ من الشاذين. فلو ان اهل الكرة الارضية مؤمنهم وكافرهم ظلوا على الزواج بمعنى رجل وامرأة لاستمر الوجود إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. ولكن إذا اختار الناس والعياذ بالله هذا الطريق انقطع نسلهم إجمالا، انقطع إيش؟ نسلهم. والمشكلة أن الدول، أن كثير من الدول الآن مررت قوانين يعني قننت للشاذين أن يتبنوا الأولاد. انتبهتم معنا؟ رجل ورجل، حتى على رجلين شاذين يتبنى يعني إيش؟ طفلا. بحيث أصبح نوع من قانونيا من التمييز ضد هؤلاء إن لم تسمح لهم بالتبني. وأول دولة في العالم أعطت رملة. شو رملة يعني؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. والله بدي أسألك شو الحلال إلك. بعد الدرس إن شاء الله. العلاقات الشاذة، نحن نتحدث في العلاقات السليمة، يتوفى عن المرأة زوجها فيكون لها من الدولة، من التأمين، من كذا، معاش شهري تعتاش به. هذا سموه رملة للأرملة. فأول دولة في العالم تعطي لأحد الرجلين بعد وفاة الآخر معاشا إسرائيل. رملة. شوفت عاد، ويفتخرون منها. أول دولة إيش؟ كان قوم سيدنا لوط عليه السلام مثل الجزيرة الصغيرة
في محيط الكرة الأرضية. أول أناس يخترعون هذه الفعلة، هذا الشذوذ، يأتون الرجال شهوة دون نساء. كانوا جزيرة، ويكاد الأسوياء اليوم، الأسوياء هم الذين أصبحوا تلك الجزيرة، والمحيط أصبح إيش؟ فاسد. المحيط محيط الشذوذ هذه الانتكاسة الأخلاقية. واسكتوا، أنا الآن أسخر من قضية السكوت، واسكتوا حتى يصل الأمر إلى باب البيت، بل يدخل البيت، لأنهم قننوا القوانين وفرضوها على المدارس ويتحايلون لفرضها علينا في بلادنا التي تقول، لا زالت تقول لا إله إلا الله. على الطريق واستمعت لرجل يقولون من المؤثرين في أوروبا يحاول ربط، مش يحاول، ينادي بربط المساعدات المالية لدول الجنوب بإقرار القوانين التي تمنع هؤلاء الحرية، حرية الشذوذ. وعتبي على أمة لا زالت تنتظر المعونة، لا زالت تنتظر إيش؟ المعونة من غيرها. أيادي وعضلات وعقول وإرادة الأصل فيها موجودة عند الشعوب، عند إيه؟ عند الشعوب. بدها توجيه المسألة، بدها إيش؟ توجيه. سيدنا يوسف عليه السلام بتوفيق من الله عز وجل جعل لهم خطة اقتصادية، مش سبعية، مش خمسية، مش عشرية، 15 سنة، 7 و7 وسنة ايش؟ يغاث فيها، مش هيك؟ لأنه لازال حتى السنة هذيك في الأحساب. وزير الاقتصاد دورك انك يعني تاخذ قروض من الصناديق، من البنك الدولي وصندوق النقد وكذا، وتورطنا في الديون. الله اكبر، الله اكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.